السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، من جديد نعود لكم في حلقة جديدة من لعبة محاكي المزرعة 22. اليوم راح يكون عندنا عمل جديد في مزرعتنا الكبيرة، وهو كيف راح نحمل السلاج. طبعا جاتني أسئلة من ضمنها هل الأوتولود أو العربات التحميل التلقائي هل تقدر تحمل السلاج؟ والله الجواب أكيد لا، لأن عربات التحميل التلقائي هي فقط مخصصة لتحميل البضاعة اللي تنتجها المباني اللي عندنا أو الجرين هاوس أو الحظائر، غير هذا ما أعتقد أنها تحمل. خلوني أحمل السلاج اللي معايا الآن. خلاص البانكر عندي، هنا عندي 2 بانكر، ودي واحد منهم خلاص أشيله، خلاص انتهى، على وشك أنه نقفله. وهذا اللي شفناه أنه عملنا البانكر عند الحظيرة هناك، اللي تابعونا من أول يعرفون هذا الشيء. طيب متابعينا الكرام، بداية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى راح تعجبكم هذه الحلقة، وأتمنى من عندكم ما تحرمونا من تعليقاتكم الجميلة واللايك والاشتراك، وخلونا نكمل المشوار. طبعا ما تقدر تحمل السلاج إلا بالجرافة، هي كذا مصممة اللعبة بالطريقة هذه. يا ريت والله كان عندنا عربة تحمل لنا التحميل مباشر. الجرافة هذه اللي الآن مربوطة قدام اللون لونها أصفر، هذا يحمل لنا 4 طن أو 4000 لتر. خلونا نكمل الآن مشوارنا مع السلاج. هذا اللي هنا والبنكر هذا خلاص نقفله. باقي عندنا بنكر كامل أساساً مقفل. وكيف نتصرف بالسلاج؟ السلاج نقدر نتصرف فيه، إما نبيعه تاجر الحيوانات أو نطعم أبقارنا. طبعا أنا عندي حظيرة أبقار مليانة، فأطعم الأبقار وأنا مرتاح بدل ما أروح أشتري السلاج على شكل أسطوانيات من التاجر ويأخذ علي سعر عالي. كانوا هنا 3 بانكر، واحد استغنينا عنه علشان المكان هذا احنا محتاجينه، وهذا الآن على النهاية خلاص، هذا أوشك يعني إن شاء الله ينتهي. باقي فيه كمية قليلة مرة، اتوقع امتلى خلاص، ما ادري والله هل باقي شيء اقدر احمله هناك. هو باقي شيء قليل انا قاعد اشوفه. اوه خلاص 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 انتهت. ما تاخذ شيء، خلاص مليناها بالكامل. ايوه 2250. ايش راح اسوي فيه؟ راح على طول اوديه ونزله في الحظيرة، حظيرة الابقار. طبعا السلاج فقط يتم اطعامه، او اعلاف السلاج يتم اطعامها للابقار فقط. اوكي نزل نزل نزل، طالما انه اعطاني الاشارة نزل خلاص راح انزل هنا، وبعدها راح اروح اكمل الكمية البسيطة هذيك. ومثل ما نقول لكم راح نزيح البانكر اللي هناك. احنا بدينا نعمل بانكر جديد الان مثل ما نشوفه في المنطقة هذه قريب من الحظيرة، افضل لنا واريح لنا بكثير. موضوع الاعلاف في اللعبة ترى جدا بسيط، والا السلاج فيه مشكلة. طبعا المبتدئين، انا دائما اشوف المبتدئين يعني يواجهون بعض المشاكل. السلاج هو احد يعني الاشياء نقول يقولون انها الصعبة، ما هو صعب، السلاج جدا سهل. وراح يجينا يوم ان شاء الله ونفتح البانكر الثاني اللي موجود ونخلص، يعني نخلص المنطقة هذه نعدلها ونشوف كيف وش نسوي فيها. خلاص هذا اخر دفعة تقريبا، راح نحملها من البانكر هذا. خلاص انتهينا،
والآن راح نشوف كيف عملية الهدم للبنكر هذا. خلاص نروح ندخل على الكونستراكشن وندخل على ديمولش او نكتب بيع. خلونا نكتب بيع. لحظة نكتب بيع، نبيعه نستفيد منه. راح نبيعه ب 9600، افضل ما نهدمه ونكسره. بيع، خلاص انتهى من المكان وصار عندنا مكان فاضي. الان باقي لنا البنكر هذا، ان شاء الله راح نفتحه يوم من الايام. كيف راح نفتح البنكر هذا؟ له طريقه. اوكي، من هنا نفتح السيلو. خلونا نفتح السيلو. السيلو طبعا السلاج الفارمتنج حقه خلاص 100%. نفتح السيلو الان. خلاص طبعا فيه كميه كبيره من السلاج، احنا لو نشوف اللي فيه 357,555 لتر من السلاج. وش متى راح يخلص؟ يبغي له وقت طويل علشان يخلص. الكمية هذه جدا كبيرة. طيب والآن هذه آخر دفعة حصلنا عليها من السلاج أو أعلاف السلاج، وراح ننزلها في المكان هذا. راح ننزلها في المكان المخصص في حظيرة الأبقار. بالمناسبة متابعينا الكرام، مثل ما قلت أن أعلاف السلاج فقط اللي يستفيد منها في المزرعة هي حظائر الأبقار. باقي لنا بنكر واحد إن شاء الله بعدين راح نتخلص منه ونفضي طبعا على حسب الحاجة، حاجتنا. خلاص بدينا الآن نحصل لنا مواقف في المنطقة هذه. هذه المنطقة وش راح أسوي فيها؟ راح أستفيد منها شيء ثاني، يعني شيء آخر. الآن اثنين بنكر شلناهم، باقي الثالث لو أشتغل عليه، بس لكن الكمية كبيرة جدا، ما راح يتحملها ما راح تتحملها الحظيرة. ولكن كيف راح نتصرف مع المكان هذا؟ نتصرف، أنا أوريكم الآن. نروح للكونستراكشن وبعدها نروح إلى اللاندسكيب اللي هي الأرضيات، كيف تعدل الأرضيات، ونقول بينت. وهنا أسفلت مكتوب كذا. احنا راح نغير من هذا المكان عشان نستفيد منه. كيف راح نستفيد منه؟ نصبغه أسفلت أو نصبغه أرضية نعمل منها مواقف. طبعا هذا اللي أنا أبغي أسويه الآن. كذا احنا راح نستفيد منه موقف للمعدات الخاصة فينا، وبعدها راح نزيح هذا، نكمل هذا ونزيحه. راح أطلع، شوفوا صار مكان زي الموقف بالضبط. أيوة كذا. أوكي، وبكذا نكون إحنا استفدنا من المكان شوي شوي. طبعا هذا كان مشروع قديم اللي هو ثلاثة بنكر، راحوا منهم اثنين وباقي واحد. وبكذا نكون احنا بينا لكم كيف نقلنا الاعلاف السلاج من البنكر الى حظيرة الابقار، وبعدها خلصنا هذا العمل. اتمنى راح تعجبكم هذه الحلقة، اتمنى ما تحرمونا من لايك والاشتراك، ونشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله حلقة قادمة من لعبة محاكي المزرعة 22. واقولكم الان مع السلامة.